خلال المداخلات لجمعية تونس للكل تونيزي بور توس في تلك الندوة التي نظمتها بأحد فنادق العاصمة، برزت مفاهيم جديدة عن دور المجتمع المدني الذي وجب أن يعوض المجتمع البدني، والتركيز على المخزون السياسي الذي بدأ منذ سنة 56 و900 و1000. تحدث المتدخلون عن دور المجتمع الوطني للتجديد الديمقراطي وابتكار منوال ثقافي تحديثي تونسي جديد. وفي الجانب الاقتصادي الاجتماعي تحدثوا عن دور المرأة، عن التضامنية والتعاضدية، عن الشبكات الاجتماعية الممولة بالأفكار الحكومة والنواب، عن الجمهورية الجديدة، عما كانت عليها قرطاج أم الديمقراطيات والجمهوريات، عن المرأة بين القوانين والحقيقة، عن كل الهواجس التي ظهرت بعدما يسمى الثورة، ولكن بإعطاء البديل وليس فقط بتساؤل. يمثل محور هام لإيجاد حلول أو بوادر حلول فيما يتعلق بالتنمية والتشغيل، لأنه الاقتصاد التضامن الاجتماعي، التضامن والتضامن الاجتماعي هو في الواقع في كلمتين، فما الاجتماعي ونعرفوه لحد ما في تونس لأنه هي التعاضديات وهي، لكن عندها إرث عنا علاقة بها يمكن تكون شوية سلبية، يجب نعاودوا نعطيو حاجة إيجابية لها، لأنه التعاضديات نجم تخدم خدمة اقتصادية هامة وتشغل. عنا تعاضديات في العالم هي عبارة عن مؤسسات دولية، كي نشوفوا إيطاليا، كي نشوفوا المغرب، كي نشوفوا فرنسا. وعنا الكلمة الأخرى التضامني، التضامني بالتعريف هو حاجة جديدة مش كان في تونس بركة، موجودة في كل المناطق، حاجة جديدة، يعني هي أكثر منها اقتصاد مهيكل حول الأفراد، حول البوادر الفردية وخاصة الجمعياتية، وملتصق أكثر بحاجيات الناس على مستوى الواقع يعني. وهذه الدورة الأولى اللي تعقدها لجنة التفكير متاعنا لإيجاد حلول للوضع الراهن الاجتماعي والاقتصادي اللي هو تعرفوه اللي هو متأزم، ولكن احنا يلزمنا نعطيه الامل ويلزمنا من نقوموا بالدور نتاعنا اللي هي قوه اقتراح للحكومه في حاجات فهمتني لصالح الناس الكل. شنو هي الفكره هي اليوم اللي اقترحتها؟ هي اللي شوف كي نشوفوا اليوم الشبكات الاجتماعيه أنا شيء ماشي من كل جهة، فهمتني، اللي حط تصويرة قطوس، اللي يجيب مشروع، اللي عنده فكرة، اللي عنده مشكلة مع واحد. احنا الفكرة شنية؟ الفكرة باش نعملوا شبكة جديدة اللي هي تلم معناها اللي عندهم أفكار كل، واللي عندهم مشاريع وعندهم حتى نظرية، تلمهم. وشبكة هذه تبدا اورغانيزي باش الفكره ما تضيعش، باش تقعد الفكره الفوق، وباش اللي عنده يحب يصلحها يجي يصلحها، اللي باش يزيدها يزيدها، اللي باش يقول لك هذه فيها غلطه يقول راهو فيها غلطه، باش نوصلوا في الاخر نكونوا مشروع. الفكره هذه نوصلوها المشروع، المشروع هذا نقدموه للمؤسسات، نقدموه لرئيس الجمهوريه، نقدموه للحكومه، نقدموه للمجلس، فهمتني. هذا هو سيتان ريزو معناتها ديدي، هي حاجه ما ماهيش موجوده، دونك نجموا نخلقوا الاسم اللي نحبوا عليه، وان شاء الله الاسم هذا نلقاوه الكل مع بعضنا، فهمتني. كيما تقول هذا كيما لي زاغورا في الانتيكيتي كانوا يتلموا وكانوا يقولوا اي شنو هو المشكله اللي عندنا، والناس كل تحكي مع بعضها وتوصل. اليوم المشكله سيكو عنا برشا تبارك الله، تونس 12 مليون، كيفاش نوصلوا فكره؟ وانت تعرف اللي كل تونسي عنده افكار وعنده مشاريع وعنده زاده يشوف العوج ويحب يصلح وما ينجمش، معناها يمشي حتى كان يتكلم في وسيله اعلام قداش تقعد ساعه باش تقعد ساعتين الناس يهتموا بها وكهو. والبديل هو اللي باش نحذروا الشبكه الاجتماعيه هذه باش نوصلوا ان شاء الله نحلوا الحلول، نحلوا المشاكل. شوف الحكومه في انصات، احنا تنجم تقول متغشين شويه، خاطر نبعثوا بعض مقترحات وساعتها حتى الجواب البروتوكولي ما يجيش، وما نحبوش زادة من شيره اخرى، ما نحبوش ننزلوا عليهم خاطر نعرف اللي تحديات بزايد، ولكن نقولوا لهم اخويا راهو احنا جايين باش نمدوا يد المساعده، وما نحبوش نبقاو كمجتمع مدني فاعل كان في النقد الهدام، احنا فاعلين في المقترحات البناءة. شنو هي المشكله؟ المشكله هي مش الدوله ما عندهاش افكار، الدوله ما تقدرش الافكار. هاو نقول لك صحيح، اذا كان اليوم انت
توصل مود دومبلوا للدولة باش تخرج تونس من الأزمة في جامعتين ما تقراهش وما تطبقوش وما تفهموش. فهمتني؟ عندنا مشكلة كبيرة هي اللي تونس اللي هي أكثر حاجة عندها، وإحنا ماك تعرف نو نافون كو لي زيدي، ما عندنا حتى شيء آخر. أكثر حاجة اللي عندها تونس ما عادش توصل، وهذيك مشكلة كبيرة. وكان جاو يهتموا شوية بالأفكار نتاع الناس، وإحنا شفناه، شفنا قداش مشروع عليناه بعد الثورة، شفنا دي ستير كاتبينهم العبيد. فهمتني؟ ما نغزروا لهمش، لا ما يسالش، نصرفوا 400 مليار باش نعملوا الدستور وما نسمعوش العبيد. هذيك المشكلة الكبيرة اللي عندنا، وهذايا اللي لازم الإصلاح. احنا الثورة صارت على شنو؟ تماي على الإصلاح باش نصلحوا المشاكل. يا أخي دخلنا في حيط، دخلنا في مشاكل أخرين، لازمنا نرجعوا، ولازم كل تونسي ينجم يوصل كلمته إن شاء الله بالشبكة هذه.